يبدو أن هناك اتجاه لزيادة عدد ساعات حظر التجوال، لماذا؟ نعم بالطبع، هناك يعني فكرة لزيادة ساعات حظر التجوال طبقت اليوم. أولى الفكر وهي ساعة إضافية ستضاف إلى حظر التجوال، بعدما كان حظر التجوال الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، بدأ الآن من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء. بإمكانية أن الحظر الشامل في أي نعم لحظة من اللحظات، وذلك لأن أعداد الإصابات بدأت خلال اليومين الماضيين. اليوم حتى اللحظة لم تظهر نتائج الإصابات لهذا اليوم. أعداد نعم فردية في السليمانية وفي نعم ونحن بانتظار هذه النتائج اللي تعلن عنها وزارة الصحة العراقية.